تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نظمت وزارة الدفاع مبادرة العرس الجماعي ل 250 عريسا من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين وأبناء الشهداء، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. يأتي العرس الجماعي في نادي ضباط القوات المسلحة بأبو ظبي ضمن مبادرات وزارة الدفاع للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، وفي إطار المساهمة المجتمعية تجاه أبنائها لترسيخ قيم التكافل المجتمعي. هنأ سمو العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لهم حياة زوجية هانئة ومستقرة تسودها المودة والمحبة، وحثهم على أهمية بناء أسرة قوية متماسكة تكون عمادا لهذا الوطن وتعزز من أركانه، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على دعم شباب الوطن للوصول إلى الاستقرار الأسري بتوفير كافة السبل والخدمات الإمكانيات لهم بصورة تساهم في تحقيق السعادة والرضا والحياة الكريمة.